أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. انطلقت أعمال المنتدى العالمي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسط تزايد دعوات المشاركين للاستثمار أكثر لتحسين الخدمات وطرح المزيد من المنتجات المصرفية المبتكرة بعيدا عن تكرار خدمات ومنتجات البنوك التقليدية. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المحراج على ضرورة أن تغرد صناعة الصيرفة الإسلامية خارج سرب النشاط التقليدي من أجل تحقيق المزيد من النجاح والاستدامة واستقطاب شريحة عملاء أكبر. ودعا المعراج المؤسسات المالية الإسلامية إلى ضرورة تطوير أدوات التدريب والتأهيل والتعليم المتخصص في مجال الصيرفة الإسلامية بغية تخريج جيل جديد من المتخصصين والخبراء في العمل المصرفي الإسلامي. في الحقيقة التجربة البحرينية تجربة رائدة بدون مجاملات، رغم أن البحرين تحضن عدد كبير من المؤسسات البنية التحتية للصيرفة الإسلامية مثل المجلس العام طبعا سنة 2001، وكذلك قبل ذلك آيوفي هيئة المحاسبة والمراجعة، هناك IFM سوق المال كذلك محتضنة في البحرين. يعني البحرين كانت عندها مملكة البحرين والحمد لله عندها مقاربة شاملة. نتكلم على نشاط ربما أن تصل حجم أنشطة هذا النشاط إلى ما يزيد عن 2 تريليون دولار مع نهاية عام 2016، ويفترض أن هذا النشاط يلاقي العديد من التحديات، أبرزها أن المحافظة على المنتجات الصيرفة الإسلامية. استعرضت شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين التوجه الاستراتيجي للشركة، وذلك في حوار رئيسي خلال الجلسة الصباحية لمؤتمر يوروماني السعودية 2016 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم. وللحديث أكثر عن مشاركة مملكة البحرين معنا عبر الهاتف السيد محمد الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أختي. كيف كانت مشاركتكم في مؤتمر يوروماني السعودية؟ طبعا احنا كنا سعيدين فخورين أن نكون نشارك في الجلسة الصباحية اللي هي بعد الجلسة الرئيسية، حدث فيها معالي وزير المالية السعودي، كذلك وزير الصناعة السعودي ووزير العمل السعودي رئيس هيئة المال. طبعا السنة هذه يوروماني كانت هي أول جلسة تقعد على شبه حوارية، بحيث أنه كان فيه أسئلة وأجوبة وكان فيه استفسارات من الجمهور. طبعا ممتلكات كانت لنا شرف أن دعونا للمشاركة في هذا، وطبعا طلبوا منا أن نبين مراحل تأسيس ممتلكات. وكما تعرفين طبعا ممتلكات هي إحدى مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاد، فكان عندهم اهتمام كبير أن شنو المراحل اللي مرت فيه ممتلكات. نعم. وكذلك طبعا استعرضت انا مجالات التعاون ممكن تقوم استثماريه بين الاخوان في المملكه العربيه السعوديه. وبطبيعه الحال طبعا احنا مملكه البحرين كسباقين في الرؤيه الاقتصاديه 2030، احنا ابدينا ترحيبنا ودعم كبير جدا للرؤيه الاقتصاديه للمملكه العربيه السعوديه، وبيناهم ان مملكه البحرين استفادت بشكل كبير جدا من اعاده هيكل اللي قامت فيها مجلس التنميه الاقتصاديه. اليوم تكلفة الأعمال في البحرين تقل 20% عن أي مثيلات من دول مجلس التعاون، وهذه كانت طبعا نتيجة مباشرة من إعادة الهيكلة والمنافسة في اقتصاد البحرين. نعم أستاذ، في رأيكم ما هي أبرز ملامح استراتيجية ممتلكات الاستثمارية؟ والله احنا طبعا أنا بيّنت الأخوان المملكة العربية السعودية ترحيب ممتلكات التعاون معهم سواء بالاستثمار في المملكة العربية السعودية أو المشاركة معهم في استثمارات في مملكة البحرين. وأعتقد أن السوق السعودي سوق واعد وسوق كبير، أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وأعتقد أن التعاون مع الإخوان في المملكة العربية السعودية سيفتح آفاق كبيرة وجديدة لشركة ممتلكات. نعم السيد محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، شكرا جزيلا لك.
وقعت بورصة البحرين اتفاقيتين مع بنك البحرين والكويت، يتم بموجب الاتفاقية الأولى إدراج سندات رأس مال مستديمة من الفئة ألف قابلة للتحويل صادرة عن البنك في بورصة البحرين، في حين يتم بموجب الاتفاقية الثانية تعيين بورصة البحرين مسجلا لسجل حاملي سندات هذا الإصدار، ويتجاوز حجم الإصدار 86 مليون سند بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، حيث سيتمكن المستثمرون من التعامل فيها بيعا وشراء من خلال الوسطاء المرخصين في البورصة. وتمنح هذه السندات فوائد سنوية بنسبة 8% خلال السنوات الخمس الأولى، على أن يتم مراجعة النسبة بعد ذلك لتساوي النسبة المعتمدة بين البنوك البحرينية على الودائع لمدة 3 شهور.